شاء الله في المستقبل أتمنى أن أكون مهندسة ناجحة تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق رؤيتها. أتمنى أن أرفع اسم بلادي وين ما كنت. أتمنى في المستقبل أن أكون شخصية قيادية أساعد وطني الإمارات. أتمنى أن أكون سفير وأمثل دولة الإمارات. أنا في المستقبل أريد أن أصبح طبيبة أطفال لكي أعالج الأطفال. في المستقبل أتمنى أكون من الشخصيات الرائدة في الدولة اللي لهم بصمة خاصة بطريقة أو بأخرى واللي لهم تأثير إيجابي في دولة الإمارات العربية المتحدة. قبل دخولي طبعاً قبل ما أدخل في برنامج ذخر كانت عندي بعض مهارات القيادة، وبعد ما دخلت في برنامج ذخر لإعداد قادة الشباب تأهلت عندي هذه المهارات. من المهارات اللي اكتسبتها في برنامج ذخر روح التعاون، العمل بفريق الواحد، الشجاعة من خلال الإلقاء والخطابة في البرنامج الأخير. نصحتني عائلتي ومعلماتي ومدرستي وزميلاتي بالالتحاق بمركز فتيات مربح. شاركت في عدة أنشطة، النشاط الرياضي، النشاط الثقافي والنشاط الإسلامي. شاركت لمدة 3 أعوام في برنامج صيف بلادي وكانت مشاركة ممتعة، قدمت فيها الحفل الختامي في إحدى الأعوام، كما أني اتاحت لي هالفرصة أني أستثمر وقت فراغي في الصيف بشيء أنا أحبه ويفيدني في المستقبل من خلال البرامج اللي كانت تساعد في إحياء التراث على منهاج سمو الشيخ زايد رحمه الله. كذلك تتيح للشاب أو الشابة أن ينمون المهارات اللي هم يمتلكونها سواء كانت هواياتهم أو مواهبهم من مثل الكتابة. قبل اشتراكي في البرنامج وقبل انضمامي لهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة كان معظم وقتي يضيع في أمور ما تفيدني ولا تطور بالنسبة لي شيء. بعد انضمامي للهيئة العامة وانضمامي للبرنامج تعلمت قيمة الوقت، تعلمت كيف أني أنظم وقتي وكيف أن الوقت شيء ثمين ولازم أن كل واحد يحافظ عليه إذا هو يبغي يطور من نفسه. قبل لا أنضم إلى البرنامج الوطني للقادة الشباب ذخر كنت أسعى إلى ما كله هو جديد وأطمح لكل شيء أفضل. كنت أستثمر أوقات فراغي بالتصوير والرسم إلى حانت للفرصة أني أنضم لي هذا البرنامج اللي هو برنامج القادة الشباب ذخر. تعلمت من البرامج أشياء كثيرة وضعت أهداف ما وضعتها من قبل. تعلمت بعد علوم نظرية مثل التراث والدين والتاريخ. أنصح زملائي وأصدقائي أنهم يلتحقوا بهذا البرنامج لأن برنامج مفيد جدا ويعد قادة مستقبل وأيضا يظهر شخصية المشارك شخصيا. مهارات عدة اكتسبتها يوم شاركت بسابقة مرتل، اكتسبتها يعني القرآن الكريم، عرفت كيف التجويد وعرفت شو الأغلاط اللي نرتكبها وإحنا نقرأ القرآن، والأنشطة الثقافية يعني خلتني أكون جيدة يعني جدا. بالنسبة لي نميت موهبة كتابة الشعر من خلال برنامج صيف بلادي وساعدني هالشيء وايد في حياتي. من الأشياء اللي تعلمتها بعد انضمامي للبرنامج زادت على المواهب اللي كانت عندي في مثل هوايات التصوير. بعد الاشتراك للبرنامج زاد عندي موهبة النحت على الخشب والفلين، فتعلمت كيف أني أجمع بين الاثنين وأفكر بطريقة مختلفة، أضيف الإضاءات وأشكل أشياء فيها لمسة إبداع. هذا البرنامج علمني الكثير، أضافه لرصيدي مجموعة من المعارف والمهارات الجديدة. برنامج ذخر قدم لي الكثير، في كل يوم كنا نتعلم مهارات جديدة، كان يقدم لنا هالبرامج برامج متعددة، كنا نخوض في تجارب جديدة، كنا نعمل بروح الفريق وكيف أننا نتعاون وكيف أنمي روح الفريق في كل عضو من أعضاء هذا الفريق. أنصح أصدقائي أنهم يزورون المركز ويشوفون البرامج اللي قدمها والأشياء اللي عندهم، راح يقضون أوقات فراغ ممتعة ويكتسبون أصدقاء جدد. زملائي أنصحهم أنهم يلتحقوا بهذه المراكز لأنها بتفيدهم، بتفيد عائلاتهم وبتفيدهم بالمستقبل يوم بيشاركوا بجوائز. أشكر جميع القائمين على هذا البرنامج وعلى رأس الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على دعمه المتواصل واللامحدود لجميع البرامج الشبابية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. أنصح كل شاب وشابة اللي تسمح لهم الفرصة أن يشاركون في صيف بلادي أن لا يفوتون هالفرصة وأن يستمتعون بمشاركتهم في برنامج صيف بلادي.
أنا أشكر كل من ساهم وساعد في تطوير البرامج المقدمة من مركز شباب عجمان وهيئة الشباب والرياضة، وأتمنى التوفيق في برامجهم الأخرى.